دي الحاجات المفضلة عندي. بس مش زيت الزيتون مش هيتعرض لحرارة مش كتير، صح؟ حرارة كتير وما تقليش دي ابدا قليه لا ابدا عشان ما يتاكسدش. بالظبط. تمام. بس احنا هنتبل عشان لما الفراخ. بيتاكسد اللي بيحصل السموم بتزيد. هنتبل الفراخ كده. ده عسل صح كده؟ هنحط عسل، نحط زي العسل معلقتين كبار ولا معلقه كبيره مثلا؟ حوالي معلقتين عسل حلوين كده على نص كيلو صدور فراخ. وبعدين هنحط القرفه. القرفه زي بقى ما تحب. انا بقى احب القرفه لما تتجاب عدين عدين دي بقى مع الرز تبقى خطيره يا منى. بتبقى الرز الاوزي. وعندنا انتوا جات ولا لسه؟ عشان بس ان احنا لسه صبح. جات ولا لسه؟ الريحه وصلت لكم ولا لسه؟ احنا لسه ما عملناش حاجه. ده ايه؟ بودره البصل. ده بس الاكله دي بقى احنا قلنا تاني، نقول تاني؟ نقول تاني. عندي فراخ فيليه حطينا عليها القرفه، بودره بصل، بودره ثوم. بودره ثوم يعني دي شاورما مثلا ولا فاهيتا ولا لا؟ هي فراخ فيليه مشويه. مشويه بالقرفه والليمون. بالقرفه والليمون. حلو قوي. حط شويه مسمى. ملح. والله تعبينك معانا يا دكتور. الفلفل. الله يخليك. الفلفل بالصحة والعافية. ميرسي يا حبيبتي. ده ملح. ده ملح. وعندنا الفلفل الاسود حسب الرغبه، انا ما بحبش احط منه كتير حاجه يعني، ولو حد عنده زي التهابات معده حاجات كده الافضل ان هو ايه ما يستعملوش. الحاجات اللي بتعملها المنتجات الثانيه. المنتجات التانية أضرارها مش لطيفة. هنتكلم باستفاضة. هنتكلم. بصي عندنا الليمون كده، رشة ليمون. بس أنا بحب أحط بقى كمان إيه، قشر الليمون. يعني يا جماعة ما ترموش أبدا قشر الليمون، بحطه في كل التتبيلات. هو أصلا فايدة الليمون كلها أكترها يعني أغلبها في قشره. حلو قوي. فالقشر بيتبل بيه بحطه. أوكي. أنا بحب التزيين وهنعمل شكل. لا 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 بس كده. عندنا بقى الزيت تمام وحيدين. العين سخنت. طب دي بقى يا دكتور اكله صحيه انت اخترتيها عشان الكورس بتاع النهارده، كورس الانسولين. انا اخترت عشان عملتي ميكس عشان كمان لما نخس يبقى في بروتين كمان في الجسم معانا. البروتين مهم جدا جدا، وطول الوقت انا بقى ناشد بهذا الموضوع ان البروتين من اهم الحاجات اللي ندخلها جسمنا، لان من غير بروتين بصوا بقى لا العضلات مش هيحصلها صيانه ولا اصلاح ولا تجديدات ولا حرفيا. هو اللي بيعمل حاجات كتير قوي قوي قوي، حتى التنقلات اغشيه الخلايا بتبقى مش شغاله كويس لو في نقص بروتين. الجسم بيدخل في حاله الهدم لو ما فيش بروتين. تخيل اهميه البروتين قد ايه. بس هنخلص نقعد نتكلم بقى مع بعض كده ندردش شويه. بتعملي الاكل ده في البيت صح؟ على طول على كده على طول. بس هو اكله سريعه ما بتاخدش وقت، ف سهله قوي يعني. انا لو راجعه من الشغل مثلا ومتبلاها من قبليها يا دوب بس حطي يا دوب بتحطيها على النار وبتخلص مع شويه زيت زيتون او سمنه بلدي. بصي كل ما تبقى عندك مهتمه بوقتك اكتر هيبقى عندك وقت تهتمي بنفسك. تبداي تبصي لنفسك بقى نظره تانية وتهتمي بيها وتشوفي انا محتاجه اغير ايه في نفسي. حلو قوي. لكن لو انت طول النهار في فلك انك تجري تطبخي وما لحقتيش واي حاجه سريعه، لازم تأدي واجبك طبعا كأم كزوجه كابنه، لكن في نفس الوقت لازم ما تنسيش حق نفسك عليكي انك تهتمي بشكلك، تهتمي ببشرتك. عشان كده احنا جايلكم النهارده هتكلم معاكم عن كورس الانسيليوم. حلو قوي. عشان كده النهارده عايزين نربط بين كورس الانسيليوم والاكل الحلو الجميل ده، وازاي تهتمي بنفسك وتعملي نتيجه حلوه قوي في نفس الوقت كمان. بالضبط. انك انت يعني هتخسي وتشدي وتشبعي، ونشبع الناس بالاكل الصحي الحلو ده. ايوه. قول لنا ايه اول مكونات كورس الانسيليوم؟ نتكلم بقى شويه عن كورس الانسيليوم. عندنا اول حاجه كبسولات الانسيليوم اللي هي مكوناتها ايه؟ قشور السيليوم. قشور السيليوم. قشور السيليوم اللي هي اقرب مكون الى قلبي انا شخصيا. نزليها ونبدا في العسل كده. هتخليها. ايوه خليني ندخل في العسل. الانسيليوم قشور السيليوم. قشور السيليوم دي اول منتج معانا. اولا انا قبل ما ابدا كلامي انا عايزه اطمن الناس اللي بتسمعنا. دلوقتي المنتجات دي كلها امنه صحيه مرخصه من وزاره الصحه، ويا ريت يعملنا لو ينزلوا لنا يا ريت ينزل وزاره الصحه المصريه بكورس الانسيليوم، عشان احنا النهارده معانا عرضين صح كده؟ معانا النهارده عرضين، عرض الثلاث شهور. أيوة. وعرض الشهر. حلو عرض الثلاث شهور عليه خصم 75%.
عرض الشهر عليه 50%. الترخيص اهو دلوقتي موجود على الهواء. تمام، نقدر ان احنا نشوفه حتى يطمئن قلبنا. بالضبط. انا مهم عندي الناس اللي بتيجي عايزه تعمل حاجه كويسه لنفسها تبقى فاهمه هي بتعمل ايه. يعني مهم عندي يبقوا فاهمين، مش مجرد يشتروا خلاص، يبقوا مطمنين وهما بيستخدموا المنتجات. حلو قوي. وكمان الفريق الطبي هيكون معاهم خطوه بخطوه. بالظبط. حلو قوي. انا دلوقتي عندي عرضين، العرض اللي هو الشهر، عرض الشهر عليه خصم 50%، وعندي عرض الثلاث شهور عليه خصم 75%، والاثنين شحن مجاني. الاثنين شحن مجاني لجميع انحاء الجمهوريه. حلو قوي. ايه اللي يخليني اخد الاناسيليم وما اخدش منتجات ثانيه؟ هقول لك دلوقتي. منتج الأناسيليم مكوناته كلها طبيعية، ما بتلعبش على هرمونات الشبع والجوع. أيوة. لأن احنا عارفين كيف الكيمياء المخ من الآخر. بالظبط. مش هتبوظ لي كميتي. كلنا عارفين ان احنا لو أخدنا حاجات التخسيس اللي بتلعب على كيمياء المخ ده بيعمل ايه؟ ممكن يعمل أبسطها خفقان في القلب. ده اقل حاجه. ده بسم الله الرحمن الرحيم كده. طب نقول لهم شويه عشان يعرفوا الفرق بين المنتجات اللي بتلعب على كيمياء المخ والمنتجات الطبيعيه زي كورس الانسيليم. عشان غير خفقان القلب ممكن هيعمل زي نوبات هلع. لا ببقى قاعده باكتئاب. ببقى قاعده مش عارفه اذا كنت جعانه ولا شبعانه. تمام. دي لخبطه الدماغ، لان انا شخصيا اتعرضت لتجربه زي دي زمان من 10 سنين. يعني ايوه انا احب الناس اللي جربت وحرفيا فتقول عن تجربه شخصيه. عن تجربه شخصيه. فبالتالي بيكون يعني انت مجربه حاجه زي كده. بالظبط. يعني ما كنتش اعرف. انا اعرف ناس يعني ما كنتش اعرف. في دكتور كتبالي وانا ما اعرفش. وفي ناس كمان بيجيلها قرح. بالظبط. قرح واكتئاب وميول انتحاريه وخفقان في القلب وضربات قلب سريعه، ومش بس يعني مش بس تحس ان في نغزه في قلبك. لا. لا ده انت مش قادره كمان ضربات قلب، تحس بيقول لك قلبي هيفط من مكانه. بالظبط. كل ده بس من المنتجات اللي هي مجهوله المصدر. احنا النهارده بنتكلم عن كورس طبيعي وامن وملوش اثار جانبيه. ركزوا في الحته دي وهتخسي وتشدي وتبقي ثبتيكوا امرايا كده. فاول حاجه شرحناها هي الاناسيليم. الاناسيليم معايا مكالمه الاول. اوكي اتفضل. ناخد معها. صباح الخير يا مها. صباح النور. ايه الاخبار يا مها؟ تمام الحمد لله. ازي حضرتك يا دكتور؟ انا متابعه حضرتك جدا وبحب حضرتك جدا. صباح الخير. ازيك؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. انا كنت بس عايزه طلب صغير. هو انا ليا واحده صاحبتي وزنها 90 كيلو قلت لها 105. وزنها كام؟ وزنها كام تاني؟ 90 كيلو. 90 كيلو. وطولها 165. طولها 165. فانا بصراحه كان نفسي اجيب لها الكورس ده هديه في عيد ميلادها يعني وكده. حلو قوي ده. الله هديه جميله. والله العظيم جميله قوي. انا احب الناس اللي صادقه. ايوه الصديقه صادقه. وعارفه تفكر ايه اللي صاحبتها بتحبه. مش هي صاحبتها برضو؟ عشان انا ده اللي انا سمعته. هي تمام. وفي اي امراض لا قدر الله عند صاحبتك؟ لا لا لا. عندها كام سنه؟ عندها 30. حلو قوي ده. الحرق يعني لسه كده لسه لطيف. تمام. في اي عندك اي سؤال تاني للدكتور جيهان؟ لا 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 شكرا. شكرا جدا. مفيش اي امراض لا قدر الله مناعيه؟ لا خالص. لا لا الحمد لله. حلو قوي. انت هتاخدي النهارده عندك بقى حل من الاثنين، يا اما تاخدي لها كورس الشهر يا اما تاخدي لها كورس الثلاث شهور. كورس الشهر عليه خصم 50% وكورس الثلاث شهور عليه خصم 75%. تابعينا يا روحي عشان تعرفي اكتر مكونات كورس الاناسيليم اللي منتج كل المنتجات اللي فيه طبيعيه وامنه وملهاش اي اثار جانبيه ومرخص من وزاره الصحه المصريه. شرفتيني ونورتيني مكالمتك الحلوه دي. قولي لي بقى يا دكتور هنا دلوقتي عايز تعملها مفاجاه. بس عايزين نعرفها اكتر ان الكورس قد ايه امن وطبيعي ملوش اي اثار جانبيه زي ما ذكرنا. فابتدينا باول حاجه الاناسيليم. هي اسمها بس عشان انا مها. مها. بصي يا مها دلوقتي اول متابعه من اول الحلقه شفت ترخيص وزاره الصحه نزل على الشاشه. وعرفتي طبعا ان في اطباء وفي فريق طبي كامل هيبقى على اتصال بصديقتك عشان يظبط معاها الجرعات. يعرف مجانا. ايه مجانا. يعرف ايه اللي اسبوعيا. بالظبط. ويعرف ايه اللي مناسب لها اللي تاخد. كل ده هيبقى معاها. حلو. الشحن مجاني ايا كانت. لو صاحبتك دي في الصعيد في اي مكان برضه هيروح. حلو قوي. دلوقتي هكلمك بقى يا مها عن الكورس نفسه. جميل. اول حاجه عندنا كبسولات الاناسيليم اللي هي قشور السيليم. دي عباره عن الياف تدخل المعده تتحد مع الميه تعمل جل. الجل ده بيعمل ايه؟ بيدي حاله من الشبع لفتره طويله. يعني لو في مشكله جوع، في مشكله جوع ليلي،
كل ده بيتحل مع هرمون الثلاجه بتاع بالليل. ايوه مفيش شراهه الاكل بتاعت طول اليوم. شراهه الاكل هو هي هتبقى متصوره ان لا طب انا هاكل مش هقدر اقاوم، لا هي هتاخدها من هنا هتحس بالشبع ويبدا كمان الجسم عشان يهضمها يحرق. حلو قوي. يعني هو مثلا هتفضل شبعانه فيما لا يقل عن من 5 لـ6 ساعات عشان الطبق السميكه الهلاميه اللي بتتعمل من الانسيليوم تفضل تتهدم على راحتها خالص. بالظبط. غير ان ليها فوائد ثانيه مفيده في ايه؟ لو حد عنده قولون عصبي، لو حد عنده امساك. حلو قوي جدا. يعني بصي مش امساك يعني دايت، دايت يعني امساك. الناس حرفيا لما بتيجي تعمل امساك سوري لما بتيجي تعمل دايت كلها بيجي لها امساك، فتقول لك انا عملت دايت واول اسبوع كله ما فيش اخراج. تخيلي السموم في الجسم. السموم في الجسم بتتكون. طب انا يعني انا يا فرحتي انت عماله تخسي وفي سموم في جسمك. بالعكس ما تخسش، هتلاقيها وقفت. وقفت اكيد. وحتى لو خست في سموم في جسمها. صح. يعني وصلنا النتيجه احنا مش حابين ان احنا نوصل لها. يعني احنا يهمنا ان انتوا تخسوا في نفس الوقت بصحه بنضاره بحيويه، وانا هقول لكم دي بتيجي ازاي. هو ده اللي يفرق ان انا اخس يعني مع كوش الانسولين بطريقه صحيه وخست بصحة أحسن مليون مرة من أنا أروح أخست بدون صحة. بالظبط. فبالتالي أنا ما فقدتش صحتي. وعايزة أقول لك كمان إنك أنت تبني صحة ده مهم قوي. مناعة جسدية. يعني مش أي فيروس كده هو معدي يضربني. أيوه. مش ما يجيليش تساقط شعر، ما أحسش إن أنا عجزت وبشرتي بقت كأني عندي مليون سنة. كل ده بيفرق. أضرار السمنة بقى، خليني بقى كده واحدة واحدة عشان الناس حرفيا تقول لك إيه؟ طب وأنا إيه يعني وأنا زايدة 15 20 25 كيلو؟ يعني ايه المشكله يعني؟ لا خلينا نقول لها اضرار السمنه عشان تنتبه لحاجه زي كده وتقول افكر ان صحتي مهمه، ان انا بعد شويه حلوين من العمر ابتدي هحتاج صحتي دي، هي دي اللي هتخليني واقفه على رجلي وانا كويسه وانا بصحتي ما بقاش عندي مليون سنه وانا لسه يعني عندي 50 سنه ولا حاجه. بصي يا لنا سؤال حلو قوي. دلوقتي في سيدات وبنات كتير قوي ورجال برضه يقول لك انا مبسوط بشكلي كده، ودي حاجه على فكره حلوه ان الانسان يبقى واثق من نفسه وراضي عن شكله. تمام. بس الفكره في ايه؟ صحته هو هي اللي مش هتبقى راضيه، لان الصحه كل ما الوزن زاد بشكل طبعا خارج النطاق اللي المفروض يزيد فيه، او الوزن مش مثالي يعني الرينج بتاع الوزن اللي المفروض يكون عليه، بتبدا ان كل ده حمل على مفاصل. صح. حمل على قلب، حمل على شرايين. صح. يعني خلاص لو شكل لو انت راضيه عن شكلك كده فصحتك مع الوقت هتعمل لك مشاكل ثانيه. حلو. يعني ريسك الريسك او خطر الاصابه بالامراض خطر اصابه بيبقى يعني خطر اصابه بالكوليسترول سكر. السكر ده يعني ابسط حاجه الكانسر وامراض القولون يعني وامراض القرح والحاجات دي كلها، وان يبقى في امساك او غده درقيه. بعد كده المفاصل شايله ايه؟ شايله الجسم ده. هتلاقي نفسك في سن معين مش قادره تطلعي سلم، مش قادره تمارسي مهام حياتك. ليه كل ده ومش قادرين؟ صح. فليه انا اعمل في نفسي كده؟ صح. طب ايه بقى انا عندي حل ممكن يخليني ايوه الانا سليم أنا اللي ايوه ايه اللي يميزه بقى عن قلنا بقيه الكورسات الثانيه؟ اللي بيميزه دلوقتي الانا سليم هو مكونات كلها طبيعيه. اتكلمنا الاول على قشور السليم. حلو. اللي هي عباره عن الياف. حلو. ننزل معاها بايه بقى في نفس الشهر؟ معانا الجرثومية. احنا كده بنشرح كورس الثلاث شهور. احنا كده ماشي بنشرح كورس. لا بنشرح كورس الشهر. شهر ماشي. اول حاجه معانا الجرثومية. معانا الجرثومية. الجرثومية دي بتعمل دي اقراص. دي بالظبط. تمام. دي عباره عن اقراص بتتاخد. دي نكته استوائيه تطلع فاكهه يعني. بالظبط. هي عباره عن فاكهه استوائيه. تمام. نحط ميه. الفاكهه الاستوائيه دي بنحط شويه ميه عشان ما ينشفش. نحط شويه ميه كان هينشف. فايه الفاكهه الاستوائيه دي عباره بتعمل ايه؟ بتعلي معدلات الحرق في الجسم. حلو قوي. تمام. لما تعلي معدلات الحرق هيبدا مخزون الدهون اللي عندي يقل، غير انها بتلعب على انزيم معين انا متاكده ان كتير بيعانوا منه. الانزيم ده اللي بيحول السكريات لدهون. حبيب قلبي ده. في ناس تقول لك انا والله العظيم انا تخنت 2 كيلو في يومين. طب ازاي؟ طيب لان عندها التحول من السكر للدهون سريع جدا. هي بيعمل ايه بقى الجارسينيا؟ الجارسينيا بتعمل عمليه تطبيق للانزيم ده. بتخليه بطيء اكتر. بتخليه بطيء. حلو قوي. يعني انا هنفترض اكلت الكربوهيدرات.
قصدك عشان تتحول لسكر والسكر يتحول لدهون. بالظبط صح كده؟ فالمراحل دي بتبقى ابطأ عشان هرمون الانسولين ما يرتفعش. بالظبط تمام كده؟ بالظبط. جيت بقى في يوم يعني عندي مناسبه، عندي حاجه يعني من الاخر كده عكيت في الاكل، كل ده هيتفرمل معايا. حلو قوي. غير ان كمان الجارسينيا بتقلل الكوليسترول الضار. حلو قوي. يعني هو امن حتى على الناس اللي ممكن تكون عندها امراض قلب، امراض الضغط، السكر، هو الكورس امن. بالظبط الكورس امن. ايوه بس متابعه كمان عشان تبقى الناس مطمنه. هو ممكن الناس تاخد الكبسوله تبقى قلقانه، لا في متابعه مع فريق طبي هو اللي هيقول ايه المناسب يتعمل والجرعات المناسبه لكل حال. مجانا. مجانا. ايوه اهم حاجه، اهم حاجه مجانا. ايوه ننوه بس مجانا، متابعه اسبوعيه وهم اللي هيكلموكوا في التليفون. حلو قوي. يعني انا كده لو الناس لا قدر الله اللي عندها امراض قلب قلنا، او الناس الكبيره في السن، والناس حتى اللي عندها ضغط او سكر او عامله عمليه قسطره لا قدر الله، او عامله اي عمليه او عايزه تدخل تعمل عمليه، بالتالي كورس الانسولين ما يكون طبيعي جدا بالنسبه لها. عايزه اكمل وهيساعدها. كنت عايزه اكمل لك في موضوع قشور السيليوم، كان معلش هرجع لها عشان انت جبتي سيره العمليات. حلو. قشور السيليوم بتدخل لما بتنفش في المعده، دي بتكون زي بديل البالون بتاع المعده. حلو قوي. فطبعا انا يعني مش هتكلم عن العمليات، بس فكره ان الواحد داخل عمليه دي حاجه بتبقى مقلقه ليه ولكل اللي حواليه. فعندنا قشور السيليوم بتكبر في المعده وبتعمل البديل ده. كده اتكلمنا عن يعني قشور السيليوم. يعني احنا كده قشور السيليوم او أيوة. كورس الانسيليوم كله عامه. أيوة. بديل الجراحه، بديل البالون، بديل حقن تدويب الدهون، وهقول لكم ليه. عشان المكونات اللي جواه طبيعيه وامنه، وهتغنيكي حرفيا عن كل ده. بدل ما تروحي تدفعي اشتراك في جيم، ادي وفرت لك واحد. اثنين، هتروحي تتابعي مع دكتور تغذيه، وفرت لك اللي هو الدكتور التغذيه في المتابعه المجانيه الاسبوعيه مع الفريق الطبي. ثالث حاجه، هتروحي تبتدي بقى تشدي المناطق اللي هي ابتدت يحصلها ترهلات لما تيجي تخسي. انا وفرت لك كمان النقطه دي في كورس الانسيليم بكريم شد الترهلات اللي لسه برده هنتكلم عليه في برده كورس الانسيليم الثلاث شهور. احنا كل ده لسه في الشهر. احنا كل ده لسه في الشهر. حلو قوي. اوكي دلوقتي بعد كده دلوقتي عندنا بيجي معاه ايه بقى كورس الشهر؟ عندنا بيجي الفيتامين. طبيعي لما الواحد هيخس محتاج دعم للجسم بتاعه، زنك، فيتامين سي، ايوه، حديد، كل ده مع بعضه يعمل ايه؟ بيدي اولا فيتامين سي مضاد للاكسده، هيديني نضاره. الحديد معايا الامتصاص بيعلى، لما الفيتامين سي يتحط مع الحديد لازم تعرفي ان امتصاصه بيعلى. حلو جدا، رائع. بس وبيجي معاه هديتين، كريم عندنا كريم البشره. أيوة. وكريم العظام، الاثنين مكونات طبيعيه امنه مرخصه من وزاره الصحه. ايوه الطبق خلص اخيرا. ايوه الاعداد بيقول لي خلاص الطبق اتحجز. تمام كده. الاعداد بيقول الطبق اتحجز خلاص. الف هنا. تسلموا ايديكي. العسل. العسل هيتحرق. استنى دعاء معانا على التليفون. احنا وقفنا عند الهدايا. احنا معانا هدايا. هي اتكلمت على الهدايا بقى. يا دعاء. الو. يا صباح الورد يا دعاء، ايه الاخبار؟ صباح الخير، ازيك يا منى؟ عامله ايه؟ عامله ايه يا جميل؟ يا رب تكوني بألف خير. الحمد لله. ممكن اكلم الدكتوره؟ اكيد. اهلا بيك يا دعاء. اهلا بحضرتك. بصي يا دكتوره، انا في الجامعه. أيوة. وطولي 157 ووزني 95 وعايزه اخس. بحب الاكل قوي وبخاف اخد ادويه عشان الاعراض الجانبيه، بخاف جدا، واهلي في البيت يعني ما بيرضوش خالص، وعايزه اخس، اعمل ايه؟ انت وزنك يا دعاء بتقولي 95. يعني انت 157. 157، يعني انت تقريبا عايزه تخسي حوالي 40 كيلو تقريبا. كم صرت انت عايزه تخسي قد ايه؟ يعني انا راضيه ب 20. انا راضيه ب 20. هي عايزه تكون كيرفي كده. خلاص طبعا. بصي يا دعاء، قدمي عندك حلين. عندك يا اما تاخدي كورس الشهر او كورس الشهرين. لو عندك كورس الشهر هيخسسك من 10 ل 15 كيلو. اوكي. كورس الثلاث شهور، معلش انا اسف، كورس الثلاث شهور هيخسسك ايه بقى؟ من 35 ل 40 كيلو. فده اختيارك، انت حابه تخسي قد ايه وعندك متابعه مجانيه مع فريق طبي. انت لسه معانا؟ ايوه لسه معانا. وعندك متابعه مجانيه مع فريق طبي، هو اللي هيساعدك ويدعمك ويقول لك، وهم اللي هيكلموكي. تمام. ويقول لك تاخدي ايه وايه المناسب والجرعات المناسبه. تمام.
شكرا يا دكتور. شكرا، نورتيني وشرفتيني ومكالمتك الحلوه دي يا دعاء. وزي ما اتفقنا بقى ان احنا هنرجع تاني، احنا وقفنا لكورس الشهر اللي هو عباره عن 5 منتجات، صح كده؟ 5 منتجات، 3 منتجات وعليهم هديتين. انا سيليوم جارسينيا والفيتامين سامرون اللي فيه 5 فيتامينات ومعادن، وهديتين كريم بشره وكريم وكريم العظام اللي مكوناته كلها طبيعيه بزيت الكافور. ايوه، وعلشان لو في طبعا اكيد، ما هو الوزن الزايد في حمل على المفاصل، في حمل على العضلات، في كرامبات عندي، في ماغنيسيوم، الماغنيسيوم ده بيضيع اي كرامب في العضلات، بيعمل ريلاكسيشن او انبساط للعضلات بطريقه طبيعيه وامنه. وبعدين ده معدن، الماغنيسيوم ده معدن، يعني مش حاجه مثلا مسكنات وخلاص خالص، لا 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 لا، حاجه طبيعيه وامنه جدا جدا. حلو قوي، يعني انا كده عندي 5 منتجات، والخمس منتجات عليهم خصم 50% وشحن مجاني. أيوة، جميع انحاء الجمهوريه ومتابعه مجانيه اسبوعيه مع الفريق الطبي. خلصنا الشهر، يجي بقى ال3 شهور. وهيفرق معايا في ايه؟ ناخد ال3 شهور عن الشهر مثلا على حسب انا عايزه اخس وزن قد ايه. حلو، انا عايزه اخس 10 15 كيلو اخد خلاص ماشي اخد الشهر. انا عايزه اخس اوزان بقى كبيره هاخد ال3 شهور اكيد. حلو قوي، احنا هنرجع نشرح ال3 شهور بعد الفاصل. نروح فاصل، استنوني. يسعد لي صباحكم الحلو، ولسه مكملين كورس الأناسيليوم اللي هيخسس لي بطريقه طبيعيه ويخليني ادخل جوه الفستان اللي انا نفسي فيه. او هنفترض مثلا ان احنا عايزين نخس قبل رمضان، ناس كتير قوي تبعت لي تقول لي انا عايزه اخس قبل رمضان عشان العزومات وشكلي، او انا جاي من السفر وعايزه اخس، او انا رايحه لجوزي وعايزه اخس الحق نفسي منه كده في شهر مثلا. يبقى تاخدي، وانصحك تاخدي كورس الأناسيليوم الشهر اللي هو خصم 50% وشحن مجاني لجميع انحاء الجمهوريه ومتابعه مجانيه اسبوعيه مع الفريق الطبي. 5 منتجات هيخسسوكي ويظبطوا لك المناعه الجسديه وهيشبعوكي ويحلوا لك البعبع، يمشوه كده اللي هو اللي اسمه الجوع، سواء بقى الجوع الليلي او الجوع بتاع طول اليوم، او على حسب انت بتجوعي امتى. في ناس بتصحى من النوم تاكل وترجع تاني، يعني تصحى من النوم تاكل وترجع تاني تنام. طب يا منى انا عايزه اخس، هنفترض ان 30 45 كيلو كده، يعني شويه كيلوات حلوين، وعايزه اتغير وغير حياتي للافضل وصحتي للافضل. وعايزه اقول لكم انه امن وطبيعي من اول سن 12 سنه لحد سن 70 80 سنه. هل ينفع كورس الأناسيليوم؟ ينفع. طب يا منى انا لسه قايمه من موضوع الولاده ولسه جايبه بيبي وحرفيا زايده 30 40 كيلو، هل كورس الأناسيليوم هينفع انه يظبط لي الموضوع ده؟ انصحك هو بشده انه طبيعي وامن وملوش اي اثار جانبيه حتى مع الرضاعه. كورس الأناسيليوم 3 شهور عليه خصم 75% وكمان شحن مجاني لجميع انحاء الجمهوريه ومتابعه مجانيه اسبوعيه مع الفريق الطبي. ده هيخسسك كام؟ قلنا من 30 ل 40 كيلو، وكمان هتشدي، وثمان منتجات قادرين يظبطوا لك المناعه الجسديه ويحلوا لك مشكله الشبع والجوع. وكمان اول شهر تخسيس، ثاني شهر تخسيس، وثالث شهر تثبيت، عشان ما تقوليش انا هرجع تاني الوزن اللي خسيته، وهيكون معاكي فريق طبي خطوه بخطوه، متابعه مجانيه اسبوعيه مع الفريق الطبي. عشان كده لسه مكملين في الاستوديو مع دكتور جيهان رمضان اللي لسه مشرفانا ومنورانا في الاستوديو. دكتور، عايزين بقى نكمل كورس الأناسيليوم. بالظبط، نكمل. ما رضيتش اقول المنتجين، انا قلت هسيبك انت بقى ايه تشرحي لهم باستفاضه. شطوره يا منى، ربنا يبارك لك يا رب. احنا هنقول دلوقتي الكورس اللي هو ايه، 3 شهور. مكوناته تمام. مكوناته ايه؟ اول حاجه كبسولات الأناسيليوم، ودي شرحناها، اللي هي قشور السليم شرحناها خلاص. حلو، بينزل معاها ايه في اول شهر؟ احنا عندنا 3 شهور، تمام. عندنا اول شهر بينزل معاها ايه؟ بينزل معاها كبسولات القهوه الخضراء. حلو قوي، تعليق بقى بالقهوه الخضراء، والفرق بين القهوه الخضراء والقهوه اللي بنشربها على صباحيه ربنا دي كده. بالظبط. ايوه، القهوه الخضراء هي نفسها هي القهوه اللي احنا بنشربها، بس ايه الفرق؟ الفرق ان احنا حمصناها، القهوه اللي احنا بنشربها دي متحمصه. حلو، الحاجه لما بتتحمص حتى لو مكسرات بتفقد كتير كتير من المعادن، بتفقد من فايدتها، من قيمتها الغذائيه الغذائيه عامه. حلو كده، تمام. فانا باخد القهوه بخيرها زي ما هي ونعملها كبسولات. حلو، دي القهوه الخضراء. القهوه الخضراء تمام، إيه بتتميز بايه بقى؟ جمال القهوه المميزه، ايه بقى جمال القهوه الخضراء؟ القهوه الخضراء دي
اول حاجه هي مضاد للاكسده قوي جدا جدا، بتعلي الحرق في الجسم. بتجري، انا عايزاكم تجمعوا كل المميزات عشان تفهموا في الاخر ايه اللي بيحصل. بتجري الدوره الدمويه. حلو. عارفه لما يبقى فيه مثلا ماسوره ميه ما بيجريش فيها ميه بقالها فتره بيحصل ايه؟ في زي الترسبات. الترسبات دي في الجسم بنسميها السموم. حلو. فلما الشوارد الحر بالظبط. لا وبرده بيبقى زي سموم بالظبط زي ما انت ما بتقولي شوارد. وبعدين بتبدا الدوره الدمويه تبقى اسرع، يبدا يحصل ايه؟ تنظيف للجسم من السموم. ويبدا كمان معايا بيحصل ايه؟ الدهون اللي تحت الجلد كلها بتدوب. يعني هي بتعالج السليوليت. تمام جدا. الناس ما تعرفش ايه السليوليت ده، اللي هو الدهون اللي بتبقى يعني انا عندي كده. نطلب منها الكورس الاناسيليوم سواء الشهر او الثلاث شهور اللي عليهم خصم الشهر 50% وكمان الثلاث شهور اللي عليه خصم 75%. نقدر نطلبه من على صفحه وان دايت عربي وانجليزي اللي طالعه على الشاشه دلوقتي، او من على الارقام اللي ظهر على الشاشه دلوقتي، عليها مكالمات وعليها واتساب. وهنرجع تاني ونكمل. تمام. القهوه الخضر احنا قلنا مضادات اكسده، يعني بتقلل السموم في الجسم. بالظبط. حلو قوي. وطبعا كل السموم ما قلت، كل ما انا بشرتي بقت اصفى وبقت احلى وجلدي بقى افضل، لان الجلد كله بيترمي على الجلد من جوه لبره. خلي بالك لان مهم قوي موضوع السليوليت. السليوليت دي مشكله موجوده عند التخان وعند الرفيعين وعند الرجاله وعند الستات. وعند الرجاله وعند الستات، وما هي الا دهون معاها سموم ومتعرجه، بتدخل ومتعرجه، بتدخل تحت الجلد وما بتطلعش. لكن بقول لك ما فيش حاجه جراحيه ممكن تعمل السليم. والجلسات اللي مش عارفه ايه اللي بتتعمل دي ما بتعملش النتيجه، وحتى لو وبترجع تاني. بترجع تاني. كلامك صح والله. فناخد القهوه الخضراء، بتشيل السليليت، بتشيل الدهون اللي تحت الجلد، بتدي حيويه ونشاط، لان الدوره الدمويه شغاله كويس. فانا مش بخس وحاسه اني منهكه وتعبانه، لا، الدوره الدمويه بتمشي صح جدا، فحاسه بنشاط وحيويه وقادره ان انا امارس حياتي. حلو عادي قوي. جدا. يعني انا الحرق بتاعي هيبقى زي ما احنا بنقول مكنه حرق. مكنه حرق. المسميات اللي احنا بنسمعها اليومين دول، انا عايزه جسمي يبقى مكنه حرق. ازاي؟ بالقهوه الخضراء. حلو قوي. يعني انا هتعلي لي النشاط البدني والنشاط الذهني، بدل ما انا قاعده وخملانه وعامله كده على المكتب، او انا قاعده في البيت ومش قادره حتى اقوم يعني اعمل اكل لعيالي. في ناس تقول لك انا مش قادره اتحرك من مكاني، وتقوم من النوم عايزه تنام تاني. هو يخلي عندها زي ما احنا بنقول كده في نشاط. ايوه بس في حركه، صح كده؟ حلو قوي. يبقى احنا كده قلنا الاقراص، القهوه الخضراء. طب هناخد زينه بعد اذنك. يا زينه صباح الخير. يا زينة، زينة، طب هي زينة ترجع لنا لو سمحت. أوكي. تمام. خلينا نكمل ثالث منتج، وهو عندنا بيجي الشهر اللي بعده. احنا كده ده اول شهر انا سليم وقهوة خضراء. انا سليم وقهوة خضراء. تمام. ثالث شهر، ثاني شهر بيبقى معايا القهوة الخضراء والجارسينيا. ايوه الجرسينيا احنا شرحناها ان هي فاكهه قبل كده، ودي فيها الياف وبتعلي مستويات الحرق والحاجات الحلوه دي كلها. بالظبط. يبقى ده تاني شهر. تالت شهر بقى شهر التثبيت، بتنزل بمنتج اسمه ايه؟ سليمنج. السليمنج ده بيعمل يبقى معانا سليمنج في تالت شهر. وايه تاني؟ ما احنا معانا بقى سليمنج كده، خلصنا المنتجات وعندنا بيجي معاه ايه بقى؟ أيوة. بالظبط بيجي معاه كريم شد الترهلات، لانه طبيعي جدا بعد ما اخس كل ده هيبقى فيه ترهلات. احنا هنشرحه، انا بس عايز اعرف من ثالث شهر ده هيكون فيه ايه عشان يبقوا عارفين انا ثالث شهر هاخد كريم شد الترهلات. أيوة. والفيتامين. والفيتامين يبقى انا كده. ومنتجين هديه كمان اللي هو كريم العظام وكريم البشر. جميل قوي ده. استني بقى زينه رجعت. هنسيبها اكيد؟ لا نلحقها قبل ما تمشي. يا زينه صباح الخير. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الورد. ازي حضرتك يا استاذه منى؟ اهلا وسهلا بيكي. الحمد لله. صباح الورد عليكم. صباح الورد على عينك الحلوين. معاكي دكتور جيهان. اهلا وسهلا دكتور جيهان، ازي حضرتك؟ ازيك يا منى، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي كله تمام. زينه اوكي. ازيك يا زينه؟ الحمد لله يا دكتوره جيهان. انا معلش كان عندي مشكله، ينفع اقولها لحضرتك؟ اتفضلي. انا بس مشكلتي ان انا طولي 160 ووزني 100 كيلو. ايوه. طبعا عندي الحرق ضعيف جدا جدا، وبرضو عملت كذا حاجه واتبعت برضو انظمه كتير، بس للاسف مش بخس خالص. ايوه. فكنت عايزه اعرف بس يعني من حضرتك لو عندك اي حل مثلا اقدر ان انا يعني يساعدني في الخسان او يعلي معدل الحرق عندي شويه. بصي يا زينه، في لا قدر الله اي مشاكل صحيه، حاجه مزمنه؟ لا، هو يعني انا عملت التحاليل ما فيش اي حاجه يعتبر مزمنه عندي، وعملت رياضه، عملت حاجات كتير، بس في صعوبه جدا في نزول الوزن. يعني بصي يا زينه، انت ممكن تاخدي معانا كورس الثلاث شهور، هيخسسك من 30 ل 40 كيلو في الثلاث شهور، وهتقدري كمان انك انت
شد دي، لان عندنا كذا منتج بيشتغل على الموضوع ده، كريم شد الترهلات، عندنا كمان القهوه الخضراء. انت ما تقلقيش خالص من مشكله ان انت هتخسي عدد كيلوات تمام. كتير، وفي نفس الوقت ان ممكن يحصل ترهلات، دي ما تقلقيش منها خالص. معاكي متابعه طبيه مجانيه لمده 3 شهور، هم اللي هيكلموكي يسالوا يعني انت ماشيه ازاي، لو انت برضو عندك مشكله ممكن انت تتصلي بيهم تكلميهم. تمام، انا متشكره قوي لحضرتك دكتوره جيسي، مرتي قوي، نورتيني بميت حلوه دي يا زينه، وشكرا جدا جدا لمكالمتك يا ميرسي جدا حضرتك. العفو يا روحي. حلوه قوي. احنا كده وصلنا لحد فين؟ لحد الشهر الثالث، صح كده؟ ايوه. حلو. قلنا اول شهر عندنا اقراص الاناسيليوم والقهوه الخضراء ومعانا تاني شهر القهوه الخضراء والجارسينيا، ومعانا ثالث شهر صح كده؟ السليمينج، وكمان كريم شد الترهلات وسمر. ونطلبهم ازاي؟ عن طريق صفحه وان دايت عربي وانجليزي اللي هي هتظهر على الشاشه دلوقتي، وكمان عندكم الارقام دلوقتي صفحه وان دايت على الشاشه دلوقتي، او نطلب من الارقام اللي ظاهره على الشاشه عليها مكالمات وعليها واتساب. يبقى احنا كده عندنا طريقتين. حلو كده؟ نرجع تاني بقى عشان الخصم 75% في ال3 شهور. حلو قوي. هنرجع نشرح الثلاثه. مايك معاكي. اوكي. دلوقتي السليمنج، انت السليمنج بقى الشهر التاني. عندنا السليمنج بيعمل ايه؟ دلوقتي احنا خسينا كل شهر من 10 ل 15 كيلو. حلو قوي. في ناس كتير تخس ولسه مش معجبه بنفسها، ليه؟ لان الجسم ملوش شيب. انا عايزه ابقى كيرفي. عايزين ايوه الكيرفي الشكل الجميل ده، الجسم بالظبط يبقى واضح. ناخد كبسولات سليمنج دي بتنحت الجسم، دي بدل بقى حاجات النحت اللي احنا كلنا بنسمع عنها اللي هي بتتعمل والحقن تدويب اللي بتكلف فلوس كتيره جدا واروح ادفع فلوس كتير قوي، احنا بنوفر وبتتعمل وبترجع تاني وبتتعمل وبترجع تاني. في ناس كمان بعد، عايز اقول لك، في حد عمل في منطقه الارداف والافخاد وبعد 12 جلسه ولا حاجه. وفي بعد كده دوم تطلع في اماكن، فهتدفعي فلوس قوي ومش ضامنه النتيجه، هل هتجيب نتيجة ولا لأ؟ فأنا بقول لك أهو، كورس طبيعي ومصرح من وزارة الصحة المصرية وملوش آثار جانبية، وهتخسي وهتتنحتي وهتشدي مع كورس الأناسيليوم. حلو قوي. احنا كل ده في الإسلامينج اللي هيعمل الشيب الحلو هيعمل الجميل. الشيب الجميل، صح كده؟ تمام. والتصريح بتاع وزارة الصحة على الهوا دلوقتي حتى يطمئن قلبك الحلو. تمام. إسلامينج وبعدين سليمنج، يجي بقى عندنا نتكلم على كريم شد الترهلات اللي بيبقى معاكي من اول يوم يظبط معانا الجلد. ايه بقى مكوناته؟ في كولاجين، طبعا انتوا كلكم عارفين الكولاجين قد ايه منتجات الكولاجين اللي موجوده غاليه جدا. ده بيجي مع الكورس الكولاجين، وبيملى طبعا بيتحط في، بيستعمل في كل الاماكن في يعني الجسم. لو انا عندي مثلا في اي مكان سيلوليت او ترهلات هنا، ايوه، او في الجناب او في البطن السفليه بعد الولاده، ومشكله ما بعد الولاده دي عند كل الامهات، عند كل الامهات. فما تحسيش نفسك غريبه يا روحي، كلنا كده. او الافخاد او الارداف، اي حتى الرجاله والستات. لو عندي سوليليت وعندي في دهون موضعيه في المكان ده، هيحرق لي الدهون اللي تحت الجلد لانه في كافيين، فالكافيين هيشيل السوليليت. الكولاجين، خلي بالك، في جلد مشدود وفي برضه سوليليت، السوليليت بيشتغل فيه الكافيين بيشيل الدهون اللي موجوده تحت الجلد. حلو قوي ده. فبالتالي هيحرق لي الدهون اللي تحت الجلد، هيبقى الجلد كمان الكولاجين هيشد بالظبط، فبقى شكلي حلو ومش مكسوفه من نفسي، صح كده؟ او مش مكسوفه من الشريك الاخر. اهم حاجه ابقى راضيه عن نفسي. صح. والله في ناس كتير قوي مش راضيه عن نفسها. طب هناخد مكالمه يا امير، وهنرجع لسامرون عشان سامرون مهم قوي في حته ان انا اخس وانا بصحه واظبط فيتامينات ومعادن، عشان دلوقتي الفيتامينات والمعادن بقت يعني اسعارها غاليه جدا. يا اميره صباح الخير. صباح الفل يا دكتور، ازي حضرتك؟ صباح الورد. دكتوره جيهان مع حضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيكي. استاذن حضرتك، انا عندي سؤال بس. انا فضل. طولي 167 ووزني 112، يعني 112 ونص، 112 وربع كده يعني. فانا استعملت ادويه قبل كده، بس انا سمعت عن منتجات حضرتك. بس انا عندي تعليق، انا كل اللي استعملته قبل كده تعبني في شعري. ايه راي حضرتك؟ والحرق عندي ضعيف. تمام. يعني شعرها لما جربت منتجات تانية أيوة. شعرها وقع، صح كده؟ وقع كتير يعني. بصي. كان يقع مني بكميات كبيره. فيا ترى المنتج بتاع حضرتك ده، يعني انا سمعت انه انت مصدر ثقه، فناس كتير قوي قالوا لي ان المنتج حلو، بس يا ترى ممكن يضر شعري؟ بصي، هو اكيد لا لا. ليه؟ لان احنا معانا فيتامين بينزل في الكورسين، كورس الشهر وكورس ال3 شهور، بيبقى فيه فيتامين بيحسن الشعر، بيحسن البشره.
حلو قوي. والفوليك اسيد؟ الفوليك اسيد، الفوليك اسيد ده اصلا، الفوليك اسيد ده من الحاجات اللي بيطالب بيها السيدات قبل الزواج ان هم ياخدوا فوليك اسيد عشان الحمل والولاده الحمل وتشوهات الجنين. فهو معدن مهم جدا للسيدات والجسم الانسان ممتاز. كده عندي سامرون 5 فيتامينات ومعادن، وده من ضمن كورس الثلاث شهور اللي عليه خصم 75% مع كورس مصرح من وزارة الصحة المصرية، ومناسب وآمن من أول سن 12 لحد سن 70-80 سنة. ونضيف عليهم كمان هقدر أخس في الشهر الواحد من 10 ل 15 كيلو بطريقة طبيعية وآمنة وصحية وملهاش أي آثار جانبية. هنروح فاصل، استنوني. ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين موضوع البعبع اللي اسمه الجوع. هنعمل فيه ايه؟ هل هنعرف نسيطر عليه ولا هو اللي هيسيطر علينا؟ عايزه اقول لكم عشان كده كورس الانا سالم لسه مكمل معانا ومحقق نجاح كبير قوي على مدار ال6 سنين اللي فاتوا، وقد ايه بيخسس ويشد وينحت الجسم بطريقه طبيعيه وامنه ملوش اي اثار جانبيه، ولا هزيد الوزن اللي انا خسيته مع كورس الأناسيليوم وهرجعه تاني. ابدا ما فيش الكلام ده، بالعكس كورس الأناسيليوم كورس قلنا طبيعي وامن وينفع انه، وهو اصلا مكمل غذائي، يعني مش حاجه هتلعب لك على الهرمونات بتاعه الجسم، وهكمان هتوفر لك وقت وهتوفر لك جهد وهتوفر لك فلوس، ودي اهم حاجه، مع خصم 75% على كورس الثلاث شهور وخصم 50% على كورس الشهر، اللي هتقدري تخسي في شهر واحد من 10 ل 15 كيلو بطريقه طبيعيه وامنه. ولسه مكمله معانا الأمراية دكتور جيهان رمضان معانا في الاستوديو. اهلا. عايزين بقى اسال سؤال مهم قوي. الناس اللي عندها امراض مناعيه زي الغده الدرقيه، زي الناس اللي عندها امراض مناعيه كتير قوي، يعني مش عايزه اذكرها كتير، اذكر يعني كلها، ولكن امراض مناعيه زي الغده الدرقيه او الامراض المكر وقلب، والناس اللي عامله عمليات جراحيه زي القلب برضو، او الناس اللي دخلت تعمل قسطره، او الناس اللي طلعت من القسطره، او الناس اللي هي بتبقى حالتها الصحيه لا تسمح ان هي تعمل لا رياضه ولا دايت، ودول بيبقوا اغلبيه مش عايزين نقول فئه عمريه معينه، ولكن في ناس دلوقتي بتبقى صغيره عندها الامراض المزمنه. هل طبيعي وامن مع الامراض المزمنه؟ الكورس طبيعي وامن، وفي نفس الوقت في متابعه مع اخصائيين يتابعوا معاه لمده الكورس كامل، والفريق الطبي، ولو هو شايف ان الكورس مش هينفعه في منتهى الامانه هيقول له. حلو قوي. يعني الكورس طبيعي وامن، انا اهم حاجه عندي الناس تبقى مطمنه، ولو باخد اي ادويه هقول للفريق الطبي بالظبط. لازم تتقال الادويه كامله، الحاله الصحيه كامله، وهو اللي هيقول ايه اللي المفروض يتعمل، الجرعات تتظبط ازاي، دي هترجع له الفريق الطبي المختص. طب دلوقتي انا لسه والده هنفترض، وطلع بصي واخدالي كده قيمه 45 كيلو في الحمل. أيوة. في الحمل. أيوة. اكتسبت 45 كيلو وخلاص ولد تمام، وبرضع مثلا رضاعه طبيعيه او برضع صناعي، المهم ان انا لسه والده، ودلوقتي يا منى انا تختوخه ويعني عندي شويه بزوبيز كده وكيلوهات حلوين، كورس الانا سليم هيكون طبيعي مع الرضاعه؟ طبيعي، وهيخسسها وهيرجع جسمها طبيعي ويمكن احسن من الاول. حلو قوي. وهتشد كده وهتاخد كورس دي بقى اللي طالعه من حمل الولاده دي، تاخد كورس 3 شهور صح؟ شايفه الدنيا يعني على حسب بقى ممكن. عايز اقول لك حرفيا انا واحده من الناس اهو يا جماعه، عادي جدا لما حملت وولدت تخنت 45 كيلو، فانا عارفه ان الستات اللي بتبقى أيوة. حامل وبتولد دي حرفيا بتبقى شايفه الدنيا، لا رجعوني تاني زي الاول ماليش دعوه، الاوبشن ده مش نافعني بجد، فعايزه حاجه طبيعيه وامنه، وعايزه منقذ، انقذوني يعني ادوني حاجه ترجعني تاني. مين هينقذك والمنقذ السريع وهيحللك مشاكل النقص الفيتامينات اللي عندك مطرح ما كنتي طبعا حامل أكيد. والبيبي بياخد كل الفيتامينات بيسيبك كده يعني زي الورقه الفاضيه، محتاجه انت بقى تظبطي كل ده تاني مع كورس الانا سليم اللي هيظبط لك الفيتامينات والمعادن وهيشد لك وهيعلي لك مستويات الحرق، وامن وطبيعي مع الرضاعه، كورس الانا سليم اللي مصرح من وزاره الصحه المصريه، اللي هنقدر نطلبه من على صفحه وان دايت عربي وانجليزي، او من على الارقام اللي ظاهره على الشاشه دلوقتي عليها مكالمات وعليها واتساب. حلو كده، وناخد معانا مكالمه. يا صباح الورد. شكرا ليك. خلاص كده نورتيني يا فندم مكالمتك دي. تمام. حلو قوي. احنا كده اتكلمنا على الامراض المناعيه. أيوة. والامراض المزمنه، الشراهه في الاكل، الشراهه. عايز اقول لك حرفيا الناس تقول لك انا وهي رايحه المكتب تمام، الناس تاخد معاها كيس معجنات كده
اشي بقى بالزعتر والجبنه ومش تاخد شويه حاجات حلوه كده وتفضل تلقط فيها طول اليوم بتاكل وتقول لك مش عارفه ابطل. ازاي كورس الانا سليم هيخليني رغم ان ممكن يكون معايا نفس الشنطه بتاعت الاكل دي او بجيب سندوتشات او السندوتشات بقى المغريه دي اللي مش عارفه عليها ايه والحاجات دي كلها، هل ينفع ان انا اظبط شهيتي مع كورس الانا سليم وما يخلينيش ابقى سوري يعني مفجوعه على الاكل بالطريقه دي او عندي الشراهه دي الفجعه دي؟ بالظبط، في ناس عندها الفجعه وفي ناس كمان اللي هو انا واخد معايا لانش بوكس هيلثي اوصل الشغل اصحابي بيعملوا اوردر انا معاكم. انا معاك حتى لو واخد اللانش بوكس الهيلثي بتاعك. طب ازاي بقى كورس الانا سليم اظبط الموضوع ده دلوقتي بالنسبه للشره والجوع؟ كشور السليم او كبسولات الانا سليم دي هتنزل في المعده تعمل طبقه الجل اللي اتكلمنا عنها، وفي نفس الوقت ايه اللي هيحصل؟ هو الشخص نفسه هيبقى مش قادر ان هو ياكل، مش عايز ياكل، يعني لو كان بياكل وجبه مثلا قد الطبق ده لا هيبقى النص مثلا. النص مثلا. وطبعا تظبيط الجرعات على حسب انا مشكله الشهره بتاعتي امتى. بالظبط. صح كده؟ بالظبط. يعني في ناس يعني مش كل الجرعات واحده، يعني انا مثلا وبنت خالتي طلبنا الكورس هنلاقي ان الجرعات مختلفه. ان احنا الاثنين مختلفين عن بعض. تمام، على حسب هي ممكن تكون بتجوع بالليل، انا بالزبط. طول اليوم ما شاء الله مثلا هنفترض ان انا باكل، فبالتالي هنا هنختلف الجرعات، يعني مش كل الناس جرعاتها واحده. بالظبط، يعني في حد بيحب ياكل بالليل، في حد اوريدي ما عندوش الشراهه قوي. تمام. تختلف من شخص للتاني. حلو قوي، في ناس تقول لك انا ما باكلش وبتخن. صح كده؟ دول كتير، دول كتير، دول مظلومين قوي. والله بالذات الناس دي بتبقى الامراض المنعزه الغده الدرقيه بيبقى عندهم مشكله ان هم ما بياكلوش وبيتخنوا، فمين هل امن وطبيعي مع الناس حتى اللي عندها امراض زي غده درقيه لا قدر الله؟ بالظبط، وهو ممتاز كمان. طمنيهم بس قلبهم مطمن. هو امن طبعا، اكيد الكورس امن وطبيعي وفعال، وفي نفس الوقت في متابعه مع فريق طبي. طب احنا لازم ناخد دينا. دينا هتمشي تاني. دينا لا دينا استنينا بقى. لان هي لسه ماشيه من شويه. يا دينا صباح الخير. ازيك يا استاذ؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله يا روحي. انت الحمد لله. الحمد لله يا رب تكونوا بخير. ميرسي المعلومات الحلوه اللي حضراتكم بتقولوها لنا. ربنا يبارك لك يا رب. دكتور جيهان مع حضرتك، اتفضلي يا فندم. الله يخليكي. والله يا دكتور انا باكل فاست فود كتير جدا، ولاني طبيعتي يعني خروج بقى الجامعه ورايحين الجامعه وجايين، فاحنا واصحابنا بناكل وجبات خفيفه بره. فدي مش خفيفه خالص، واضح ان هي مش خفيفه. يا دي ما تقوليش خفيفه. لا هي مش خفيفه فعلا. يعني شغالين بيتزا بقى وفاست فود طول الوقت طول ما احنا بره، فوزني اتغير خالص، زدت حوالي 15 كيلو يعني في الترم اللي فات بس ده انا زدت 15 كيلو، فحاسه ان لا ان الدنيا هتبوظ بقى مني بعد كده، وانا مش طويله علشان اقول مش هيبان، لا بدا يبان بقى في اجناب كده وفي ارداف والذراعين بداوا يملوا، فحسيت ان انا مليت كلي على بعضي. طب احنا عمرنا كام؟ وزننا كام؟ طولنا كام؟ انا عمري 20 سنه 165 سنتي وزني دلوقتي، احنا داخلين دلوقتي عايزه الحق نفسي بصراحه. لا ما تدخليش، ما تدخليش الحقي نفسك كده وتعالي كورس الانا سليم، ارجعي خطوه لورا، ما تدخليش. أيوة حتى من الحقي نفسك. بالظبط. حلو قوي. اعمل ايه بقى اللي المفروض نعمله؟ في اي امراض لا قدر الله؟ لا لا الحمد لله مفيش حاجه خالص. ربنا يديكي الصحه وطول طول عمرك. عندك اي سؤال يا دكتور ليها؟ ميرسي يا دينا. ميرسي يا حبيبتي، نورتينا. نورتينا وشرفتينا. هقول لك دلوقتي هتعملي ايه. حلو قوي. هي يا عيني 15 كيلو. مش كتير. وبعدين صغننه والحرق عندها حلو قوي يعني الفتره دي. بس هي بس مشكلتها ان هي يعني بتروح تاكل بره. تمادت شويه في الاكل مش مهم. تاخد معانا كورس الشهر هيخسسها من 10 ل 15 كيلو. ومش محتاجه ان انت تظبطي اكلك، لو حابه تظبطي اكلك ظبطيه بس عشان صحتك مش اكتر، لكن هتخسي سواء كلتي او ما كلتيش. حلو قوي، يعني هي هتبقى شبعانه. هي هتبقى تمام. شبعانه، فكره بقى انها تجوع بره البيت وتاكل بزياده المشكله دي هتتحل. فكره الجوع بالنسبه لها زي ما قلنا كميه الاكل اللي هي بتاكلها هتقل بنسبه كبيره جدا. حلو قوي، يعني انا بدل ما باكل قد كده انا هاكل قد كده، يعني هيحل لي مشكله الشراهه في الاكل. بالظبط، هي والبعبع. ايوه اللي مش عارفه، اللي محدش عارف يسيطر عليه ده. ما حد يعرف مين هو كورس الانا سليم دلوقتي يسيطر عليه. حرفيا كورس الانا سليم عارف يظبط لي الشراهه بتاعت الاكل وهرمون الحرق، وهيظبط لي الحرق ويعلي لي مستويات الحرق. بالظبط، يعني انا عندي كورس كامل متكامل سواء الثلاث شهور او كورس الشهر هيعرف يظبطوا لي. هي هتحتاج الشهر طبعا. هي محتاجه الشهر. هي عندها 15 كيلو كده مش كتير يعني. بعدين حرقها حلو، يعني ممكن لو عملت دايت كمان ودست شويه تجيب 20 كيلو. بالظبط، وتبقى سمبتشيك كده وجميل. حلو قوي، شكرا جدا ليكي وشرفتينا ونورتينا النهارده في الاستوديو. كانت معانا النهارده دكتور جيهان رمضان،
وكورس الأناسيليوم اللي عليه خصم 75% كورس الثلاث شهور وكورس الشهر عليه خصم 50%. ونقدر كمان ان احنا نطلب كورس الأناسيليوم من على صفحة وان دايت عربي وانجليزي او من على الارقام اللي ظهر على الشاشة دلوقتي دي، عليها مكالمات وعليها واتساب، وهتخسي بطريقة طبيعية وآمنة من غير اي اثار جانبية. كورس الأناسيليوم الشهر يحتوي على 5 منتجات أناسيليوم وكمان جارسينيا وسامرون اللي فيه 5 فيتامينات ومعادن وكريم بشره وكريم عظام، وعليهم خصم 50% وشحن مجاني وطبعا مجانيه اسبوعيه مع الفريق الطبي. كورس الثلاث شهور هيوصلك 8 منتجات، والثمان منتجات دول هيعرفوا ان هم يخلوك شبعانه فتره كبيره ويسيطروا لك على البعبع اللي اسمه الجوع، وكمان هيظبطوا لك مستويات الحرق مع القهوه الخضراء والجارسينيا والسليمنج، هيظبطوا لك برده مستويات الحرق، وكريم شد الترهلات اللي هيشد لك الترهلات بطريقه طبيعيه وامنه، في كولاجين وكافيين وهيخليكي كده مشدوده، مش هتحتاجي تعملي لا جلسات ولا هتعملي حقن تذويب دهون، احنا بديل لكل ده وبديل لبالون المعده. وكمان سامرون اللي هيظبط لك الفيتامينات والمعادن كلها في جسمك، وكمان كريم بشره وكريم عظام، يعني 8 منتجات عليهم خصم 75% وشحن مجاني لجميع انحاء الجمهوريه ومتابعه مجانيه اسبوعي مع الفريق الطبي. شكرا جدا ليكي يا دكتور، نورتيني وشرفتيني وشرفتوني مشاهدتكم الحلوه دي، استودعكم الله.